المعروف أن الحضارة المصرية الفرعونية القديمة واحدة من أعظم وأعرق الحضارات حول العالم، وهذا ما يدفع مختلف العلماء من حول العالم إلى الكشف عن الأشياء الغريبة والأسرار المعروفة عن هذه الحضارة. نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض الأسرار الغريبة والاكتشافات الغامضة الخاصة بالحضارة الفرعونية القديمة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. مقبرة سرابيوم في مصر القديمة. هي مقبرة مصرية قديمة مكرسة للثور المقدس آبيس، تقع شمال مجمع جنازة زوسر في مصر السفلى. تم تحنيط الثور الذي يعبدونه كإله، ودفن بعد أن كرس حياته للاحتفالات والقرابين في معبده في ممفيس. يعود أصل هذه المقبرة إلى الأسرة المصرية 18 في المملكة المصرية الحديثة، كما يقال أنها تحتوي على مكتبة بها حوالي 40,000 كتاب ومخطوطة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الكثير من التماثيل والآثار القديمة الرائعة التي تجذب انتباه العديد من السياح من مختلف دول العالم. ولهذا كان يعتبر هذا المكان واحدا من أروع الأماكن التي يأتي إليها السياح، وذلك بسبب اتباع بعض الطقوس التي كانت تحدث في هذه المقبرة. كما يقال أنه عام 319 قام الرومان بتدمير كل ما كان يوجد في هذه المقبرة، ويقال أنه تم اكتشاف هذه المقبرة في القرن 19 من قبل مجموعة من العلماء الفرنسيين، وبعدها أصبحت محط أنظار للكثير من الزوار المهتمين بالتعرف على العبادات القديمة. أثناء البحث عن مقبرة كليوباترا، استطاع مجموعة من العلماء اكتشاف شيء غريب جدا، فقد تم اكتشاف مجموعة من التماثيل التي تشبه الشخصيات الموجودة في أكبر مقبرة موجودة في الصين. هذه الشخصيات تشبه المحاربين، وهذا ما كان يثير فضول العلماء حول محاولة معرفة سبب مجيء هذه التماثيل إلى هذه المقبرة. هل تستطيع أن تخبرني أنت سبب وجود هذه الشخصيات في الحضارة المصرية القديمة؟ أخبرني في التعليقات. الهرم الأكبر في الجيزة. من المعروف والمعتقد أن الأهرامات تم بناؤها لكي تكون عبارة عن مقابر للملوك الذين كانوا يعيشون في هذه الفترة، ولكن يقال أن الأهرامات تحتوي على أسرار خفية لا يعلمها الكثير من الناس. حتى الآن يحاول العديد من العلماء البحث عن هذه الأسرار ومعرفة الكثير عنها. يقال أن مجموعة من العلماء استطاعوا اكتشاف متاهة توجد أسفل الأهرامات، حتى أن هذه المتاهة تحتوي على مجموعة من الممرات والكهوف التي تجعل البعض يعتقدون أن الفراعنة القدماء كانوا على اتصال مع سكان العالم السفلي. يقال أنه تم اكتشاف هذه الممرات وهذه المتاهة بالصدفة، كما يقال أنها تحتوي على مجموعة من الخفافيش الخطيرة والعناكب السامة والظلام الدامس. حتى الآن لم يستطع أي من العلماء الوصول إلى تفسير حقيقي لسبب قيام الفراعنة القدماء بتصميم هذه المتاهة بهذا الشكل أسفل الهرم الأكبر. اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. واحدة من أعظم المقابر التي تم اكتشافها في الحضارة الفرعونية القديمة، وذلك تحديدا عام 1920 على يد العالم البريطاني هاورد كارتر. هذه المقبرة كانت تحتوي على الكثير من الأسرار والتفسيرات التي ساعدت العلماء على معرفة الكثير من الأشياء عن الحضارة الفرعونية القديمة. انتشرت بعض الأقاويل عن اللعنة في هذه المقبرة، وذلك بسبب أن أغلب من كان يدخلها يتعرض للوفاة في النهاية بعد فترة وجيزة. يقال أنه كان واحدا من الفراعنة طوال القامة، ولكنه كان مصابا بمرض في العظام وخاصة في القدم اليسرى. يقال أنه توفي عن عمر يناهز 19 عاما، بالإضافة إلى أن عينة الحمض النووي الخاصة به ساعدت العلماء على تحديد بعض من المعلومات عن والده، والدته وأخته. وبالرغم من أن سبب وفاة توت عنخ آمون غير معروف، إلا أنه يعتبر أشهر فرعون وأشهر مقبرة تم اكتشافها، وذلك بسبب الكنوز الرائعة التي توجد فيها. حجر رشيد. نصب من حجر الديوريت مع مرسوم صدر في ممفيس بمصر في 196 قبل الميلاد نيابة عن الملك بطليموس الخامس، يظهر المرسوم في ثلاثة نصوص،
النص العلوي هو اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية المصرية، الجزء الأوسط نص الهيراطيقية، والجزء الأدنى اليونانية القديمة. يقال أنه تم اكتشافه عام 1799 أثناء الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر، ويقال أن هذا الحجر طوله كان يصل إلى 120 سنتيمترا. ساعد تفسير هذه الأجزاء بلغاتها الثلاثة المختلفة على معرفة الكثير من التفاصيل القديمة الخاصة بالفراعنة، ويوجد هذا الحجر الآن في المتحف البريطاني في لندن. وادي الملوك يعرف أيضاً باسم وادي بيبان الملوك، واد في مصر استخدم على مدار 500 سنة خلال الفترة ما بين القرنين 16 والحادي عشر قبل الميلاد لتشييد مقابر لفراعنة ونبلاء الدولة الحديثة الممتدة خلال عصور الأسرات 18 وحتى الأسرة 20 بمصر القديمة، ويقع الوادي على الضفة الغربية لنهر النيل في مواجهة طيبة. يحتوي على الكثير من الأساطير عن الفراعنة والآلهة والملوك، كما أنه يحتوي على حوالي 63 مقبرة، وهذه المقابر مصممة بطريقة فرعونية رائعة. وفيه أيضا توجد مقبرة توت عنخ آمون التي تحتوي على أكثر الكنوز التي تم اكتشافها في المقابر الفرعونية حتى الآن. وعلى جدران هذا المعبد توجد الكثير من الرسومات الرائعة التي تؤكد على عظمة الحضارة المصرية القديمة. تمثال نفرتيتي، أحد أشهر الأعمال الأثرية المصرية القديمة، تمثال نصفي مدهون من الحجر الجيري عمره أكثر من 3300 عام، نحته النحات المصري تحتمس عام 1345 قبل الميلاد للملكة نفرتيتي زوجة الفرعون المصري إخناتون. جعل هذا التمثال من نفرتيتي أحد أشهر نساء العالم القديم ورمزا من رموز الجمال الأنثوي. يقال أن طول هذا التمثال يصل إلى 50 سنتيمترا بالكامل، ويقال أنه تم اكتشافه عام 1912، حتى أن هذا التمثال يحتوي على تفاصيل دقيقة جدا، وهذه التفاصيل تعبر عن جمال هذه الملكة، فهو يصف وجهها بطريقة لا مثيل لها، كما أنه يعبر عن القوة والجمال والرشاقة والأناقة التي كانت تتمتع بها المرأة في الحقبة الفرعونية القديمة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟